الليلة الرابعة. قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت: لا أصدقك أبدا حتى أنظرك بعيني في القمقم، انتفض العفريت وصار دخانا صاعدا إلى الجو، ثم اجتمع ودخل في القمقم قليلا حتى استكمل الدخان داخل القمقم، وإذا بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرصاص المختومة وسد بها فم القمقم، ونادى العفريت وقال له: تمن علي أي موتة تموتها لأرميك في هذا البحر وأبني هنا بيتا، وكل من أتى هنا أمنعه أن يصطاد، وأقول له: هنا عفريت، وكل من أطلعه يبين له أنواع الموت ويخيره بينها. فلما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر، ورأى نفسه محبوسا، ورأى عليه طابع خاتم سليمان، وعلم أن الصياد سجنه وسجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرها. ثم أن الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحر، فقال له العفريت: لا لا. فقال الصياد: لا بد لا بد. فلطف المارد كلامه وخضع وقال: ما تريد أن تصنع بي يا صياد؟ قال: ألقيك في البحر إن كنت أقمت فيه 1800 عام، فأنا أجعلك تمكث إلى أن تقوم الساعة. أما قلت لك ابقني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله، فأبيت قولي وما أردت إلا غدري، فألقاك الله في يدي فغدرت بك. فقال العفريت: افتح لي حتى أحسن إليك. فقال الصياد: تكذب يا ملعون، أنا مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان. فقال العفريت: وما شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان؟ وما قصتهما؟ قال الصياد: اعلم أيها العفريت أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في مدينة الفرس وأرض رومان، ملك يقال له الملك يونان، وكان ذا مال وجنود وبأس وأعوان من سائر الأجناس، وكان في جسده برص قد عجزت فيه الأطباء والحكماء، ولم ينفعه منه شرب أدوية ولا سفوف ولا دهان، ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداوي. وكان قد دخل مدينة الملك يونان حكيم كبير طاعن في السن يقال له الحكيم رويان، وكان عارفا بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلم الطب والنجوم، وعالما بأصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرتها، عالما بخواص النبات والحشائش والأعشاب المضرة والنافعة منها، فقد عرف علم الفلاسفة وجاز جميع العلوم الطبية وغيرها. ثم أن الحكيم لما دخل المدينة وأقام بها أياما قلائل سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به، وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأهل العلوم. فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغولا، فلما أصبح الصباح لبس أفخر ثيابه ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعا له بدوام العز والنعم وعرفه بنفسه، فقال: أيها الملك، بلغني ما اعتراك من هذا الذي في جسدك، وإن كثيرا من الأطباء لم يعرفوا الحيل في زواله، وها أنا أداويك أيها الملك ولا أسقيك دواء ولا أدهنك بدهن. فلما سمع الملك يونان كلامه تعجب وقال له:
كيف تفعل؟ فوالله لو برأتني أغنيتك لولد الولد، وأنعم عليك، وما تتمناه فهو لك، وتكون نديمي وحبيبي. ثم أنه خلع عليه وأحسن عليه وسأله: أتبرئني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟ قال الحكيم: نعم، أبرئك بلا مشقة في جسدك. فتعجب الملك غاية العجب، ثم قال للحكيم: أيها الحكيم، الذي ذكرته لي يكون في أي وقت من الأوقات وفي أي الأيام، فاسرع. قال له الحكيم: سمعا وطاعة. ثم نزل من عند الملك واكترى له بيتا حط فيه كتبه وأدويته وعقاقيره، ثم استخرج الأدوية والعقاقير وجعل منها صولجانا وجوفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته. فلما صنع الجميع وفرغ منها طلع إلى الملك في اليوم الثاني ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه وأمره أن يركب إلى الميدان وأن يلعب بالكرة والصولجان. وكان معه الأمراء والحجاب والوزراء وأرباب الدولة. فلما استقر بين الجلوس في الميدان دخل عليه الحكيم رويان وناوله الصولجان وقال له: خذ هذا الصولجان واقبض عليه مثل هذه القبضة، وامشي في الميدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك، فينفذ الدواء من كفك فيسري في سائر جسدك، فإذا عرقت وأثر الدواء فيك فارجع إلى قصرك وادخل الحمام واغتسل ونم، فقد برئت والسلام. فعند ذلك أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم ومسكه بيده وركب الجواد وركب الكرة بين يديه وساق خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قصبة الصولجان، وما زال يضرب بالكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه وسرى له الدواء من القبضة. وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في جسده، فأمر بالرجوع إلى قصره وأن يدخل الحمام من ساعته. فرجع الملك يوناني من وقته وأمر أن يخلو له الحمام، فأخلوه له، وتسارعت الفراشون وتسابقت المماليك وأعدوا للملك قماشة، ودخل الحمام واغتسل غسيلا جيدا ولبس ثيابه داخل الحمام. ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد شيئا من البرص، وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء. ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح. فلما أصبح الصباح دخل الديوان وجلس على سرير ملكه، ودخلت عليه الحجاب وأكابر الدولة، ودخل عليه الحكيم رويان. فلما رآه قام إليه مسرعا وأجلسه بجانبه، وإذا بموائد الطعام قد مدت، فأكل صحبته وما زال عنده ينادمه طول نهاره. فلما أقبل الليل أعطى الحكيم 2000 دينار غير الخلع والهدايا، وأركبه جواده وانصرف إلى داره. والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول: هذا دواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان، فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة، فيجب علي لهذا الرجل الإنعام والإكرام، وأن أتخذه جليسا وأنيسا مدى الزمان. وبات الملك يونان مسرورا فرحا بصحة جسمه وخلاصه من مرضه. فلما أصبح الملك وجلس على كرسيه، ووقفت أرباب دولته، وجلست الأمراء والوزراء على يمينه وعلى يساره، طلب الحكيم رويان
فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه. فقام الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه، ولم يزل يتحدث معه إلى أن أقبل الليل فرسم له بخمس خلع وألف دينار. ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك. فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان وقد أحدقت به الأمراء والوزراء والحجاب، وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر، نحس الطالع، لئيم، بخيل، حسود مجبول على الحسد والمقت. فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قرب الحكيم رويان وأعطاه هذه الأنعام حسده وأضمر له الشر. ثم أن الوزير تقدم إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يديه وقال له: يا ملك العصر والأوان، أنت الذي شمل الناس إحسانك ولك عندي نصيحة عظيمة، فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك. فقال له الملك وقد أزعجه كلام الوزير: ما نصيحتك؟ فقال: أيها الملك الجليل، قالت القدماء: من لم ينظر في العواقب فما الدهر له بصاحب، وقد رأيت الملك على غير صواب حين أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه، وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب، وأنا أخشى على الملك من ذلك. فانزعج الملك وتغير لونه وقال له: من الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت إليه؟ فقال: أيها الملك، إن كنت نائما فاستيقظ، فأنا أشير إلى الحكيم رويان. فقال له الملك: إن هذا صديقي وهو أعز الناس عندي، لأنه داواني بشيء قبضته بيدي وأبرأني من مرض الذي عجز فيه الأطباء، وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنيا غربا وشرقا، فكيف أنت تقول عليه هذا المقال؟ وأنا في هذا اليوم أعمل له في كل شهر 1000 دينار، ولو قاسمته في ملكي لكان قليل عليه، وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسدا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فقالت لها أختها: يا أختي، ما أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه. فقالت لها: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة المقبلة؟ إن عشت وأبقاني الملك. فقال الملك في نفسه: والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها، لأنه حديث عجيب. ثم أنهم باتوا تلك الليلة متعانقين إلى الصباح.